عبد القادر، فيما يخص الخبر قبل قليل حول سماع انفجار في بالقرب من تل أبيب، هل توفرت أي معلومات؟ نعم، لا يبدو من التفاصيل الأولية للخبر أنه يتعلق بجبهة لبنان، إذ لم يبلغ عن انطلاق أي رشقة صاروخية من جنوبي لبنان أو منطقة أخرى، كما لم تدوي صفارات الإنذار في أي قطاع ابتداء من الحدود اللبنانية وصولا حتى وسط إسرائيل حتى تل أبيب والمنطقة المحيطة بها. وبالتالي نستطيع أن نخمن حتى اللحظة من الأنباء الأولية أن الحدث قد يتعلق ربما بالاشتباه، إما بصاروخ أو مسيرة قد تكون أطلقت من مناطق أخرى كاليمن والعراق، وهي حوادث تكررت خلال الفترة الماضية خلال الأيام الماضية بصورة متكررة. شهود عيان في تل أبيب بلغوا عن سماع دوي انفجار، ثم تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية سماع دوي انفجار في المكان، ما يؤكد هذه الرواية، إضافة إلى حديث البعض عن مشاهدة صاروخ اعتراضي في منطقة قريبة من تل أبيب تحديدا بالقرب من مدينة هرتسلية انطلق باتجاه البحر. حين نتحدث عن محاولات اعتراض باتجاه البحر، هذا يفسر أولا ربما أن الهدف الذي حاولت إسرائيل اعتراضه هو لا يزال خارج حدود إسرائيل، ولهذا السبب قد لا تكون دوت صفارات الإنذار تحاول اعتراضه فوق من المناطق المائية فوق البحر وقبل أن يصل إلى تل أبيب، وذلك تجنبا ربما لدوي صفارات الإنذار، لأن صفارات الإنذار تفعل أيضا حين تحاول إسرائيل اعتراض هدف ما في سماء تل أبيب ذاتها، لأنها منطقة مأهولة جدا بالسكان. بالتالي محاولة الاعتراض يبدو أنها وفق شهود عيان كانت فوق البحر فوق سواحل هرتسلية القريبة من تل أبيب، لكن لا حديث رسمي حتى اللحظة عن ماهية الهدف المعترض، إذا ما كان هذا الاعتراض ناتج عن تشخيص خاطئ أم فعليا عن وصول هدف ما قد يكون مسيرة أو صاروخ أطلق من مناطق أخرى كاليمن والعراق، وفقا لحوادث شبيهة ولمحاولات استهداف شبيهة كانت خلال الأيام الماضية، لسيما وأن المقاومة الإسلامية في العراق وأيضا الحوثيين والحوثيون في اليمن كانوا قد ألمحوا إلى أن العمليات خلال الفترة المقبلة ستشهد زيادة في محاولات استهداف تل أبيب وسط إسرائيل ومناطق مختلفة داخل إسرائيل. بالتالي التلميحات أو الإشارات الأولية المؤشرات الأولية تشير إلى عملية من هذا النوع غير مرتبطة بإطلاق صواريخ من لبنان وصولا إلى وسط إسرائيل، ولو أن الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث يعني صباح اليوم عن انطلاق صاروخ من لبنان وصل إلى وسط إسرائيل دون دوي لصفارات الإنذار وسقط في منطقة مفتوحة. هذا حدث أيضا مع رشقات صاروخية منفردة من جنوب لبنان، ولكن لم يتم حتى اللحظة الإبلاغ عن وجود أي رشقة صاروخية بعيدة المدى أطلقت من لبنان. بالتالي السيناريو المرجح هو ربما سيناريو متعلق تحديدا باليمن، وبصورة أقل قد يكون أيضا متعلق بالعراق.